الله عز وجل خلق الخلق على أصناف، منهم الذكور ومنهم الإناث. في البشر هذا يوجد، في الجن هذا يوجد، في البهائم هذا يوجد. أما الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا يوصفون بالأنوثة، الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لكن ورد في الشرع أنهم قد يتشكلون بصور الذكور من غير أن تركب فيهم آلة الشهوة. ما سوى الملائكة من الأحياء كالإنس والجن والبهائم، جعلهم الله عز وجل ذكورا وإناثا، وجعل الله عز وجل ميل الذكور إلى الإناث وميل الإناث إلى الذكور، ليكون هذا الميل سببا لتكاثر هذه الأجناس، لتكاثر البشر ولتكاثر البهائم ولتكاثر الجن.